نشأ النبي صلى الله عليه وسلم نشأة صالحة. نبي صلى الله عليه وسلم قوم لان كي نو كنون مجتان موي دان لأو نبي صلى الله عليه وسلم قوم لان كي لأو دان لأو كان كفار مكة يعبدون الأصنام كفار نو مكة نو بيلو كي فكا كروب تجمبو بريح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام ولا مرة واحدة نبي صلى الله عليه وسلم من بان كروب بريح سوفي تايم لأو نشأ عليه الصلاة والسلام حنيفا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نبي صلى الله عليه وسلم بان ثم لو داو جريس تام ملة رقا سحنا رباه نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان في كفالة جده، يعني عندما ولد قلنا يتيما من كان يكفل النبي صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب نبي صلى الله عليه وسلم هم لا كروحنا ضايكاتينين تجمع بيك بيجيتا ربقات عبد المطلب نعم بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم من طوبي نبي صلى الله عليه وسلم من قمنات مداي ربقات أمينة طوبان سلطو ومات جده عبد المطلب طأرباه رقا جيتا ربقات عبد المطلب طوبان سلطو فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه العم أخو الأب عمه أبو طالب أبو طالب هذا والد علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب نعم نبي صلى الله عليه وسلم بنتوبي جيتا ربقات سلطو كوات ستات نقرام كاك ربقرام من جنجم باي باك داوي أبوك مي ربقات أبو طالب هاي أبو طالب نن كي بوك أول كو موي جي موي نن أبوك ربق نبي صلى الله عليه وسلم هاي أبو طالب نن كي أبوك ربق علي رضي الله عنه كي علي بن أبي طالب